عبد الله قوم عندنا المغرب. رمضان السنة هذه من كثر الحر يذبحني العطش والكلية. والله لا جوع لا عطش، الله يكتب لنا الأجر إن شاء الله. لا جوع لا عطش، لأنك نايم 24 ساعة وتدور أجر بعد. يبا فارس هذا تقول لك كسر لمبة، لا تقول لا تشد لا تشد ما اسمع الكلام يا أخي. شو يقل؟ أنا مو ألف مرة قايل لك لا تلعب الديوانية. من هنا ارسل على الخاص من جوالك. انا اسف رجعني للجروب يا ابو جوالي يشحن. يا جوالك يشحن بالطقاق اللي يطق. طيب انا بتعذب لك الحين. لا تحريري لا نبي شفوي. انا طالبه اسلم. ترجع للجروب يا اخي. من زمان ما نزلنا شيء، الناس اشتاقت. لازم ننزل فيديوين باليوم اذا مو ثلاث بعد. بس ايش رايك نبدا من الاسبوع الجاي؟ ايش لو تخليها شهر افضل؟ صدق والله افضل. شلون تاكل قبل لا تقرا التاريخ؟ لازم تاريخ تشوفه اول. ما في تاريخ. لا امسك. الحمد لله طلع مو منتي. ما عندك واحد ثاني شوف تاريخه. يلا انا رايح. يا سلام عليك يا اخي، اللي يعجبني فيك اهتمامك بادق التفاصيل. بلاغ الثاني وين؟ يعني هذا نفس هذا؟ شرها مو عليك، على اللي يعتمد عليك. عبد الهادي شنو اللي اذا خفيت الكلود هذا؟ اذا اخفيته لك 20 دينار. قول واحد اثنين ثلاث. هداني أرد. عبد الله بطلع لبسي حلو. شنو؟ ليش؟ بلوفر مكسر. متى عمرها صارت هذا؟ عبد الله قال حلو. عبد الله قالك؟ عبد الله لبسي كذي أوكي؟ والله أنت كذي. ناصر وين؟ يا عمي ناصر، هذيك المرة تغشر وياه، فشل استوائل سيارة، متأخر على الكلية، كان عنده امتحان، وسقط بالمادة، بعدها بيومين، حوشنا كذي بالسيارة، كان ادعمها بالغلط، طق راسه بالطوب، ودش غيبوبة شهرين، صدق قام زعلان علي، يا أخي الناس قامت تزعل أشياء تافهة. التليفون اللي كان هني وين؟ ما ندري. ما تدرون ها؟ تعال، تعال. خلاص حبايبي اقعد اقعد. السلام عليكم اخوي، ممكن تجرب الصمونه هذه؟ نبي نسوي عنها احصائيات على جودتها. تسبب الوفاة. يعطيك العافية. محمد ما شفت شاحني؟ لا والله ما شفت. وهذاك اللي عندك شنو؟ هذا شاحني انا. عطني عطني. شوف ها خط احمر. انا شاحني بعد عليه خط احمر. اها مكتوب عبد الله عاجل. مال. وانا شاحني كاتب عليه عبد الله عاجل. شلون؟